بداية موسم الشتوي يكون يوم 15-11، باشرت وزارة الزراعة حسب تعليماتها بتوجيهاتها إلى المراكز المتمثلة بشركة ما بين النهرين والشركة العراقية بتجهيز الكميات لمحافظة المثنى، حيث أنه خصصت معمل جنة الفرات في محافظة المثنى الكمية 8000، أما ما يقارب 4500 على الشركة العراقية في موقع غماس محافظة القادسية. باشرت الكوادر بهذه الشركة بتجهيز مزارعينا. حاليا موقف التجهيز مستمر، ما يقارب كمية 1000 طن تم تجهيزها للمزارعين، ومستمرين بهذا التجهيز. بعض الأمور اللي خاصة بالأمور الفنية اللي هي من قبل السيطرة النوعية على معايرة الميزان لغرض الاستمرار بهذا الموضوع.